حسناً، المنبه يرن بالفعل، حان وقت الاستيقاظ. ما هو اليوم؟ أوه، نسيت تماماً، إنه عيد الهالوين. هذه أخبار جيدة، حان وقت المقالب المرعبة. الآن سنبدأ في إعداد المسحة الأولى. أحتاج إلى بالون وقطعة قماش بيضاء وقلم تحديداً أسود. انظروا، إنه شبح حقيقي. لم أكن أتوقع أن يكون واقعي هكذا. سأعلقه في غرفة ميا. رائع، ما زالت نائمة، هذه فرصتي. ليس هناك دقيقة لأضيعها، سأترك الشبح هنا فوق أنفها. هذا ليس كل شيء، لدي قفازات مخيفة للغاية. جيد، يبقى فقط نثر الكرات على الأرض. أتخيل ماذا سيحدث إذا أخطت عليهم. واللمسة الأخيرة، السلايم. كيف يمتد بشكل جيد؟ لا أريد أن أخرجه من يدي، لكن هذا ضروري للمسحة. يجب أن أذهب الآن. أخيراً سأغلق الباب بملصق لجدار من الطوب. ما هذا؟ أمي، لقد هاجمني الشبح، ساعدوني. لحظة، لا يبدو حقيقي. ماذا حدث ليدي؟ إنها مجرد قفازات. حسناً، فهمت من صنع هذا، إنها سوزي، سأتعامل معها. ماذا على وجهي؟ اللعنة، إنها بداية رهيبة لهذا اليوم. انتظري يا سوزي. حائط؟ من أين هذا الجدار؟ هذا جنون. مرحباً ميا، عيد هالوين سعيد. لقد طلبت ذلك بنفسك. حان دوري للمسحة. صدقيني، سيكون الأمر مخيفاً أكثر منك. سأستخدم سطحاً خشبياً به فتحة في الوسط وقماشاً أسود. على الفتحة الموجودة في المنتصف سأضع دلواً كبيراً من الفشار. يجب إزالة القاع أيضاً. ممتاز، أسكب الفشار حتى لا يكون كل شيء مرئي. تم العمل. ما رأيكم بشكل جديد؟ حقاً مخيف. لخلق جو مخيف سأشغل فيلم رعب وأعتم الأنوار. الآن صمت تام، شاهدوا فقط وأنا سأختبئ تحت الطاولة. فيلم رعب عظيم، أريد أن أشاهده. وفشار، ممتاز. هناك شيء خاطئ، ربما بدا لي مفاجأة. شخص ما عض إصبعي، ما هذا بحق الجحيم؟ هل يوجد وحش هنا في الصندوق؟ خمنتي. علي الهرب. أنا آسفة ميا، لكنني الآن بالتأكيد لن أتوقف، لدي الكثير من المقالب. المرحلة التالية سأستخدم ذراعا اصطناعية تبدو حقيقية. الآن أخذ المثقب. ممتاز، سأعلق شيئا على الحائط. حان الوقت لتزيين المنزل للحفلة، لكن لا شيء ينجح. أرى أنك بحاجة للمساعدة، انظري ماذا لدي. سوف أفعل ذلك بنفسي. شكرا سوزي. أريد أن أعطس. لا، لقد ثقبت ذراعي، ساعدوني. سوزي، ماذا بك؟ يا له من ثقب، أشعر بالإغماء. لقد صدقت، كنت أعلم أنني سأنجح. ما هذا؟ يد سوزي، إنها ليست حقيقية، لقد تم خداعي. حسناً، حان وقت الرد. أعتقد أن الرأس الأصلع مثالي لهذه المسحة. قياس مثالي، أحتاج إلى وضع دماغ السيليكون فوقه. يبدو جيد، لكن هناك شيء مفقود مثل الدم. سأخذ طلاءً أحمر وأضع ضمادة بيضاء به هكذا، ثم ألفه بعناية حول رأسي. أنا سأخاف منه، يبدو مخيفاً وقاسياً. سأرتدي باروكة حتى لا تشك سوزي بأي شيء في وقت مبكر. أعتقد أن هذا مناسب، لطيف جداً. اللافتة هي اللمسة الأخيرة، سأتركها على ظهري. سوف تستفز سوزي. مرحباً ميا، أجلس لمشاهدة الفيلم. ما هذا على ظهرها؟ صدقت، لم أسحب جدائل من قبل. ما هذا؟ أعتقد أنني مزقت كل شعري ميا. مفاجأة، غير متوقعة. لقد فعلتها.
حلويات أم خدعة؟ أول الضيوف، خذ هذا لك. في الواقع كان يجب أن تأخذ بضع حلويات وليس كل شيء. الآن سأعلمه درساً. سوف أحضر بيض الشوكولاتة الخاص. للقيام بذلك سأخذ بيض حقيقي وأضعه على عصا خشبية وأغمسه بالشوكولاتة وأضيف الغلاف. رائع. حلويات أم خدعة؟ أنت مرة أخرى؟ لقد حضرت لك ضيافة جديدة. سنرى كم ستحبهم. يبدو أنني أخذت كل شيء منهم. أنا أحب كندر سربرايز، أريد أن أكلها. ما هذا؟ بيضة نيئة، مقزز. أعجبتني المقالب ولا أريد أن أتوقف. أنا بحاجة لمسحة جديدة. سأستخدم اليقطين، الرمز الرئيسي لعيد الهالوين. حضرت فانوس جاك العظيم، يبقى فقط تثبيت الشموع فيه. أعتقد أنني يجب أن أضع هذا تحت سرير سوزي. من الجيد أنها ليست هنا، أحتاج إلى الإسراع قبل أن تأتي. رائع، فانوس جاك في مكانه. هذا ليس كل شيء، أحتاج إلى حذاء سوزي الرياضي والطلاء الأحمر. سأقوم بتلطيخ النعل لأترك أثار أقدام دامية على السجادة. لا يوجد شيء أفضل من هذه المسحة الكلاسيكية. جاهز، حان وقت الذهاب. اليوم كان يوما حافلا، أنا متعبة. ما هذا أيضا؟ يبدو مثل الدماء. يا أمي أنا خائفة، شخص ما يختبئ تحت السرير. بالضبط، اخرج من هنا. أنت حساسة جدا يا سوزي. كان يجب أن أعلم على الفوز أنها مسحة. توقفي عن الضحك يا ميا، خذي هذا. لم تصيبيني ها؟ كنت أمزح معها وهي ترمي الوسائد علي. أحتاج إلى الانتقام. يبدو أنني اكتشفت كيف. سوف أخذ هذه المنشفة ذات اللون الأبيض، أمدها على الأرض وأترك بصمات دموية عليها. لقد لاحظت أن هذا يخيف سوزي أكثر من كل شيء. هذا هو التأثير الذي أبحث عنه. سأترك المزيد من الطبعات هنا. الآن يمكنني تعليق المنشفة مرة أخرى. لن تشك بأي شيء. منشفة واحدة لا تكفي. ماذا لو أضفت طلاء أحمر مباشرة على الدوش؟ هذا بالتأكيد سيخيف سوزي حتى الموت. الآن كل شيء جاهز، والأهم من ذلك لا أترك أي دليل. سيكون الاستحمام الدموي مفاجأة كاملة لها. فكرة رائعة، سوف أترك رسالة بالصابون المخيف على المرآة. ستكون هذه القشة الأخيرة لسوزي. أنا أراقبك. أعتقد أن هذا ينذر بالسوء. أتمنى أن أرى رد فعل سوزي على كل مقالبي. الأهم من ذلك لا تكشفونني. حان وقت الاغتسال، الدوش يساعدني دائما على الاسترخاء. يا له من ماء جميل، لكن لماذا هو أحمر؟ مرة أخرى تصرفات ميا الغريبة. الآن سأجفف نفسي. أولا، المنشفة مغطاة ببصمات دموية. ما هذا أيضا؟ شخص ما يتبعني. كابوس، أنا بحاجة إلى الذهاب. من الجيد أنني حصلت على بيضة صغيرة. لماذا البيضة كبيرة لدي؟ يا له من كابوس، ما هذه البيضة؟ يبدو أن فيتا سيئة الحظ. توقف عن الضحك، هيا كيسي كل بيضتك. لا أليكس، أنت أولا. حسنا، سأهز هذه البيضة قليلا. سأحاول أن أقضمها. هذا لا ينجح. ماذا سأفعل؟ أليكس، لدي شيء لك، أمسك. شكرا كيسي. إذن هيا بنا نبدأ. لا لا. هذا فقط مقرف. صفار ضخم. سأتقيأ الآن. لديك وجه مضحك يا أليكس. هيا كل بيضتك يا كيسي. بسهولة، انظروا ماذا لدي. ماذا لديها؟ حسناً، أحتاج أولاً إلى تحضير كل شيء، والآن أكسر البيضة في المقلاة.
أنتظرها قليلاً لكي تستوي. وها هي البيضة المخفوقة الكبيرة جاهزة. واو، هذا رائع. حان وقت الاستمتاع الآن. كم هي لذيذة. حسناً، حان دورك يا فيتا. لا، حسناً، ماذا في الداخل؟ إذن مطلوب عمل جاد هنا. أوتش أوتش. واو، أنا فقط بحاجة إلى حماية. حسناً، ماذا ستفعل؟ أها، خذ هذا. احذري أرجوك. دعونا نرى ماذا في الداخل. واو، روعة. الكثير من الأطعمة اللذيذة مرة واحدة. أفرطت في الأكل فعلا. فيتا، شاركينا على الأقل بقطعة واحدة لو سمحتي. حسنا، خذوا. فليكن. واو، يا له من صغير. مي مي مي. روعة، لدي حبوب كبيرة. فقط لا يصدق، هذه العلب ضخمة جدا. يبدو أنه لم يحالفك الحظ يا فيتا. حسنا، اضحكوا كما تحبون. صغير لكن يبدو أنه جيد جدا. حبة رقائق واحدة فقط. حسنا، لا يزال لدي حليب. قطرة واحدة فقط. هذا فعلا حظ سيء. فيتا المسكينة. هيا كل رقائق الإفطار يا أليكس. سأفعل ذلك بكل سرور. رائع. واو، يم 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 يم. والآن سأشرب الحليب. نعم. إنه يأكل بشهية للغاية. والآن كل شيء دفعة واحدة معا. إنه فجع جدا. حسنا، لم يعد فتح للشهية بعد الآن. رائع، كان ذلك مذهل فقط. كيسي، حان دورك الآن. كيف يمكنني أن أشرب الكثير من الحليب؟ حسنا، لدي فكرة. سأصب كل الرقائق في هذا الوعاء. نعم. واو، كم عدد الحبوب لدى كيسي. يبدو شهيا جدا. لنقبض على بعض الحبوب. الآن دعونا نضيف بعض الحليب. نعم، هكذا. رائع، بكل بساطة مذهل. لنجرب الآن. شهي فقط. إنه لذيذ بشكل لا يصدق. حسناً، أتساءل متى ستنتهي من كل شيء. بر 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 بر. هو هو هو. أخيراً انتهيت. حسناً، ماذا حدث؟ يبدو أن أحدهم أصبح سميناً جداً. هناك شيء خاطئ معي. يا لها من كعكة صغيرة ولطيفة. رائع، يا لها من كعكة رائعة لذيذة وكبيرة. هاي فيتا، انظري ماذا لدى كيسي. واو، كعكتي مذهلة فقط. يا لها من كعكة صغيرة يا أليكس. نعم، أليكس لديه كعكة صغيرة جدا. اضحكوا اضحكوا، لكن أنا من سيبدأ في تناول الطعام. ولدي حتى شوكة وسكين. نعم نعم. لنقطع قطعة صغيرة. لنجرب الآن. لذيذ فقط. كم هو شهي. كم يبدو فتح للشهية. تعالي إلي يا كعكتي. هم، كان طعمه لذيذا جدا. هيا يا فيتا، حان دورك.
نعم بكل سرور، سأبدأ الآن. واو كم هو الشهي، إنه لذيذ فعلا. أوه كيف تأكل بطريقة سيئة؟ أريد أن آكلها كلها. نعم هكذا سآكل كل شيء. إنها زرقاء بالكامل. مهلا على ماذا تضحكون؟ من الأفضل أن تأكل كعكتك يا كيسي. نعم أنا أؤيد ذلك فعلا. واو لا أستطيع مشاهدة ذلك. لذيذ فقط. كيسي احترسي. ما بكم؟ لا لقد تم إسقاطها بالكعكة الخاصة بها. ها اشتدت الأمر. أوتش. يمكنني الاستمتاع بهذا أيضا. لذيذ. سأجرب ذلك أيضا. يا لها من طاولة طعام احتفالية جميلة، هذا بالضبط ما أردته في عيد ميلادي. جاء أحد ما، سأذهب لأرى. أتساءل من هو؟ مرحبا أزور لك. كم هذا لطيف، كم يوجد حلويات، عيوني عليهم تنظر. واو نافورة شوكولاتة، سأحاول غمس الفشار والمارشميلو فيها. لذيذ بشكل لا يصدق. أنا بحاجة لتجربة شيء آخر. كم أحب هذه الشوكولاتة. سأضع الزهور في إناء قبل أن يأتي باقي الضيوف. هذا كل شيء رائع. سأجرب بسكويتة أخرى. جينيفر ماذا تفعلين؟ لم تبدأ الحفلة بعد وقد أكلت كل شيء بالفعل. آسفة ميا لكن لا يمكنني الانتظار. هذه النافورة لذيذة جدا، أعطيها لي. لا يجب أن تكون على طاولة الاحتفال. لا لقد دمرت ملابسي وسكبت النافورة. لن أدعك تفلتين من العقاب، أحذري. دعينا نرى من سيفوز. أنا متأكدة من أنني سأهزمك في هذا التحدي. لا أعتقد، أنا مصممة على الفوز. سيكون من الصعب عليك أن تهزمينني. الفراولة الطازجة رائعة. حسنا لقد كنت غير محظوظة منذ البداية. لن أقول ذلك، لدي فراولة عطرة وناضجة. الشوكولاتة تجعلها ألذ. أنا سعيدة للغاية لأنني أستطيع التحقق من ذلك. ربما تريد يا ميا. لماذا تضايقينني هكذا يا جينيفر؟ ليس عادلا أبدا. أردت فقط أن أحظى ببعض المرح. الفراولة لي وحدي. كم هي رائعة، مثالية مع الشوكولاتة. توقفي عن الرمي علي، هذا لا يعجبني. هيا حدث ذلك بالصدفة. فكرة. هل تضايقينني مرة أخرى؟ لن أصدقك. أردت فقط أن أظهر لك خدعة. اتضح أنها رائعة. هذا ليس كل شيء. الآن سألتقط كل الفراولة في الشوكولاتة أثناء الطيران. أبدأ، تمني لي الحظ. لا حدث شيء خاطئ، سقط كل شيء. لقد غطيت بالشوكولاتة وفقدت الفراولة. أنت تستحقي ذلك، إنه خطأك. دعونا نرى ماذا ستفعلي مع الفلفل. أعتقد أن تناوله أصعب بكثير من اصطياد الفراولة المغطاة بالشوكولاتة. لست متأكدة مما كنت أرغب في ذلك، لكن لا يتعين علي الاختيار. سمعت أن الفلفل يضاف أحياناً للشوكولاتة ولا أتصور لماذا. إنه مقرف جداً، لكن يمكنني التعامل معه. سترين. ميا أنت تصبحين حمراء. لأنني مشتعلة، فمي احترق، ساعدوني. ماذا علي أن أفعل؟ أنا في حالة إنذار. يمكنك فقط أن تعطيني كأساً من الماء. أو يمكنني شرب الشوكولاتة. هذا أفضل بكثير. لكنني أشعر بنوع من التعب. أود الحصول على قسط من الراحة. فقط ليس هذا، لقد أحرقت الفراولة خاصتي. آسفة، حدث ذلك بالصدفة. لا أستطيع الانتظار لمعرفة ماذا تحت هذه الأغطية. لدي سكيتلز، أنا سعيدة جداً لأنني تلقيت ضيافة لذيذة. ماذا لديك؟ لنكتشف الآن. يا أمي هذه سمكة نيئة، مقززة وكريهة الرائحة بشكل رهيب. إذا تناوليها بسرعة وستتوقف الرائحة الكريهة.
هذا أسوأ شيء رأيته في حياتي. دعينا نرى كيف ستتعاملي معها. لا داعي لوضعها أمام أنفي، شميها بنفسك. كم أنت لطيفة. بو، لماذا تخيفينني؟ أوبس، يا له من سقوط ناجح. الآن خذي السمكة وقومي بإنهائها أخيراً. أنت محقة في شيء واحد، علي أن أفعل ذلك بسرعة. لقد انتهيت، فعلتها. إنه مشهد فظيع، أنا سعيدة لأنه انتهى. الآن حان وقت السكيتلز. لدي فكرة، حان الوقت لوضع خطتي موضع التنفيذ. بمساعدة الملعقة يمكنني جمع الحلوى وتعبئتها بشوكولاتة. أعتقد أن هذا مريح للغاية. هل يمكنك مشاركتي؟ لا، لا تزعجينني جينيفر. ألا يمكنك أن تري أنا مشغولة بوضع خطتي موضع التنفيذ؟ يمكنني أخيراً تذوق السكيتلز بالشوكولاتة. لذيذ بشكل لا يصدق. ليس لدي شك في أن هذا صحيح، لابد لي من التجريب. أعيدي حلوياتي إلى مكانها. بخيلة، لا تريدين أعطائي حبة واحدة من الحلوى؟ انظري، لقد أسقطنا السكيتلز في النافورة. هذا للأفضل، اتضح أنه رائع جدا. يا لها من ضيافة. سأجرب. لا، مرة أخرى لا، سبق أن قلت لك ذلك. سوف أتذكر هذا لك. لنواصل، لنرفع الغطاء معا. يا له من برجر لذيذ، سعادتي لا حدود لها. ماذا لديك؟ كعكة ضخمة وجميلة، روعة. تبدو الكريمة جذابة للغاية. ماذا تفعلي؟ لا تلمسي كعكتي مرة أخرى بيديك المتسخة. من الأفضل أن تأكلي البرجر. أنت على حق، لدي أشياء لأفعلها. سأرش البرجر بالشوكولاتة وأجربه. أنا مهتمة جدا بماذا سيحدث بعد ذلك. لم أجرب أبدا برجر الشوكولاتة، ومن الأفضل ألا أفعل. غبية، هذه الأطعمة غير متوافقة. أعرف كيف أصلح الوضع. كل ما أحتاجه هو أن أكل كل شيء في الداخل. سيكون الخيار والطماطم والخس واللحمة والصلصة هو الطبق الرئيسي، وستكون الخبز المغطاة بالشوكولاتة هي الحلوى. أوه نعم، كنت أن أنسى الجبنة، يجب أن تؤكل أيضا. إنه لذيذ بدون الشوكولاتة. انظري إلى هذه اللحمة المقلية، لذيذ. أنا أجد صعوبة في المقاومة. حان وقت الحلويات الآن. هيا انتهي بسرعة. تحلي بالصبر أكثر بقليل، لقد أكلت كل شيء تقريبا. لم يتبقى سوى الخبز كما خططت. حان الوقت لتغميسها في النافورة. ستكون كعكة أو شطيرة رائعة. تبدو رائحتها مذهلة. كم هي لذيذة. عملت خطتي. أنا رائعة، انتهيت. أنا سعيدة لأنك انتهيتي. الآن يمكنني تذوق كعكتي، ولكن كيف ذلك بدون أن أتسخ؟ عرفت، أحتاج إلى قطعها إلى قطع. سيكون من الأنسب غمسها في النافورة. أنا أبلي بلاءً حسناً، أحتاج فقط إلى الإسراع قليلاً. تعالي إلى هنا يا حبيبتي، حان وقت الاستحمام بالشوكولاتة. أنا متأكدة أنني سأصنع قنبلة حقيقية حلوة. تبدو رائعة، حان وقت التذوق. شهية كما توقعت. دعيني أجرب من فضلك، نحن أصدقاء، أتذكرين ذلك؟ هذا لا يغير شيئا. لا. حسنا، سأعلمك درسا على هذا البخل. سأضيف التباسكو الحار إلى النافورة. دعينا نرى ماذا ستقولي بعد ذلك. أنا متأكدة أنك لن تحبي هذا الطعم الحار. بضع قطرات كافية. الآن سننتظر فقط. أريد مكملات، لقد كان لذيذا جدا، لا يمكن التوقف. هل تحبيه حقا؟ بالطبع أحبه، لكن لماذا هو حار جدا؟ فمي مشتعل، أريد أن أشرب بعض الشوكولاتة. أنا لا أتحسن، ماذا يحدث؟ أنا أحترق أكثر وأكثر، ساعدوني. حسنا، لقد شربت الكثير من الشوكولاتة مع التباسكو، سوف أطفئها. هل حقا لم يكن هناك خيار آخر؟
على الرغم لا يهم، الآن أشعر بتحسن أكثر. مساء الخير. انتبهي إلى اللافتة، الحيوانات ممنوعة. لم أكن أعلم، ماذا يجب أن أفعل؟ في الصندوق. أدخل يا صغيري، سأعود إليك قريباً، لكن الآن اجلس هنا. وأنا لدي قطة، لا أريد تركها وحدها هنا. ماذا علي أن أفعل؟ فكرة؟ سأخفيها تحت بلوزتي. دكتور، أنا حامل، حامل جداً. علي الاستماع إليك. ما هذا الصوت؟ هل تخدعينني؟ أعرف ماذا تحت سترتك، إنها قطة. لا، لا تأخذ القطة. قفي هنا. ماذا لديك؟ بحاجة للتأكد. سلحفات. السلاحف ممنوعة، تذهب إلى الصندوق. دكتور سيء. أدخلي. ماذا؟ هل سيأخذ الصرصور المفضل لدي؟ أنت لطيف جداً يا عزيزي. بالضبط، وكأن رأسي مصاب. دكتور، رأسي ألمني، دعني أدخل. بالطبع، تفضلي. مرحباً، ماذا حدث معك؟ لا شيء، انظري، لقد جلبت صديقي، ها هو صرصوري. هل تريد رؤيته؟ لا. أنت لا تفهم الشيء، إنه صغيري المفضل. مرحباً، تفضل. شكراً. قفي، ما هذا لديك؟ ممنوع دخول الحيوانات. أعطني هنا، ألا ندخلي. لا حلزونتي، لن أتركك هنا، سأفكر بشيء. فكرة؟ إذن أجلسي هنا يا عزيزتي. سوف أرتدي الرداء وأتظاهر بأنني طباخة، ولن أنسى القبعة. إذن أضع الحلزون في القاع، ومن الأعلى سأضع الطبق. بهذا التمويه يمكنني تمرير الحلزون إلى الداخل. يبدو مثالي. لحظة، ماذا لديك؟ سأتحقق الآن. فارغ. شيء مقرف، ادخلي بسرعة. نجحت. شيء لذيذ، أعطني رجاء. تفضلي. مقرف، لا لا أريد. لحظة، انظري ماذا لدي. ها هي حلزونتي جميلة، أتريد اللعب معها؟ واو، بالطبع. هاي، توقفوا، الحيوانات ممنوعة، ترين؟ أعطني، وهيا أدخلي. كم هو ظريف، دعني أداعبك. ولدي سمكاتي، ماذا علي أن أفعل؟ أريد أخذهم معي. أعرف شيئا، سأرتدي الرداء وأخذ هذا الشيء. سمكتي العزيزة، لن أتركك. هكذا لن يتم الإمساك بك. يا لها من فكرة. مرحبا، أنا ممرضة، دعني أمر لو سمحت. نعم بالطبع، تفضلي. شكرا. باي. ونحن نواصل اللعب الآن. مرحبا، هل هو وقت العملية؟ لا، انظري. ها هي صغيرتي، قلت سوف أحضرك بالتأكيد. والثانية. سمكتي الذهبية معي، انظري، فعلا ذهبية. شكرا على الماء. ما هذا؟ سمكة؟ كيف وصلت إلى هنا؟ هل شربت السمكة؟ أشعر بالملل. يا له من جمال، أمر لا يصدق، لم أرى هذا الجمال من قبل. يبدو أنني وقعت في الحب. انتظري يا جميلة، أنا بحاجة إلى المرور، وهذا لك. حقا؟ ساعدوني، أنقذوني. كما أنتم مضحكون، أنا ذاهبة. وأنا. قف. حسنا، ادخل. أنا جئت أخيرا. هو أيضا معجب بي، لكن هذه الهامسترات خاصتي. مرحبا يا صغار،
فهمت. سوف ألعب معكم يا صغاري، أحبكم. كم اشتقت إليكم. لماذا أنت نائم؟ أحتاج إلى المرور. انظر بانتباه، ممنوع الحيوانات الأليفة. مرحبا، أحتاج إلى المرور. تفضلي. نعم. لا، لن أعطي صغيري لأحد. ماذا علي أن أفعل؟ فكرة، أحتاج إلى هذا المخرج. الآن سأفتحه. هيا أدخل يا عزيزي، أنا متأكدة من أنك ستجد الطريق الصحيح. انتهينا، والآن سأدخل وكأن شيئا لم يحدث. مرحبا. افتحي حقيبتك من فضلك. ماذا؟ تحملين قطعة من الجبنة معك؟ نعم، أنا أحبها كثيرا. شكرا، سأذهب الآن. الآن علي البحث عن التمديدات. ها هي، وهذه الجبنة في الوقت المناسب. ماذا تفعل هناك؟ أين هو ثأري؟ ربما وصل بالفعل؟ بالطبع يا عزيزي، ها هو أنت. لم أشك أنك ستجد الطريق. كم أعشقك. هيا لنلعب معا. قفي، الحيوانات غير مسموح بها هنا. كيف ذلك؟ دكتور، من فضلك. إلى الصندوق بسرعة. أيها المسكين، اجلس هنا. كم هذا مخيف، هيا ادخلي. لدي كلب، ماذا علي أن أفعل الآن؟ كلبي العزيز، لن أتركك أبداً. خطرت لي فكرة رائعة. إذن أخلع هذا وأرفع القبعة للأعلى وأخذ عصا صنارة الصيد واللمسة الأخيرة النظارات. هذا هو المطلوب لأصبح شبيهة بالمكفوفين. كلبي، دلني على الطريق. غير مسموح بالكلاب. أعذريني، أنت عمياء، تفضلي. الكرة سقطت. لا، ماذا يحدث؟ انتظر، إلى أين؟ لا أفهم شيء. سوف ألحق بك، لا تهرب مني. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ لا أفهم. أنا متعبة، توقف. نجحت، أمسكتك. يا كلبي، لن تحصل على مكافأة اليوم. إذن أنت لست عمياء. الكلب للخارج الآن.